بس ليليا ما خلصت. ثلاث اشخاص اثروا عليك بحياتك. اثروا علي ايجابيا اللي بدك يا شيء ايجابيا يعني بابا اكيد اول حدا اكيد في يعني صديق كملي ايه في اصدقاء حقيقيين يعني انا هلا صرت كثير على صله معهم هدول عن جد عملوا لي نقله نوعيه حتى بشخصيتي واكيد اختي لانا طبعا هاي لانا